في موضوع الحل السياسي او وضع القاعده الدستوريه او النصوص او التعديلات الدستوريه التي اصدرها البرلمان، هي في الحقيقه يوجد ظاهريا انجاز حقيقي ان هنالك مواد قانونيه وضعت لتحويل الدوله من وضع الشتات التي تعانيه الان والانقسام السياسي والتفلت الى دوله مستقره برئيسها وبحكومتها وبرلمانها ومجلس الامه المنتظر. ولكن عند التعمق في هذا الأمر وبالنظر في نصوص هذه التعديلات التي احتوتها التعديلات الدستورية، نجد أن هذا الأمر هو ما كان متفقا فيه فيما سبق، يعني في التعديل 12. فكل هذه الأمور التي عرضت الآن والتي تم الاتفاق عليها في البرلمان هي أمور يعني متفق عليها منذ فترة، يعني متفق عليها من قبل المجلسين، ولكن تم تأجيل أو تحويل النقاط الخلافية التي هي محور يعني المرحلة الانتقالية أو هي العصب. نحن نتحدث عن شكل الرئيس وما هي مواصفاته في أمور الجنسية والعمل وما إلى ذلك. هذه الأمور التي كانت فيها نزاع حقيقي بين المجلسين، بين الأعلى للدولة وبين النواب، تم تأجيله فيما بعد عن طريق النص على أن يؤجل هذا الأمر ويصدر في قانون، وهو قانون الانتخاب. هذا القانون الذي سوف يجتمع فيه لجنتين من الجهة التشريعية والبرلمان، البرلمان ومن مجلس الشيوخ أو المجلس الأعلى للدولة. هاتان اللجنتان تجتمعان لتتفقان حول آلية معينة على أساسها يتم الانتخاب. ولكن يعني هل حدد مدة معينة لهاتان اللجنتان؟ يعني ربما يعني تبقى الأمر 4 5 6 سنوات، فعملهم معلق على نتيجة، وهو ما وقعنا فيه فيما سبق. أي عمل معلق على نتيجة، إذن فالنتيجة لن تتحقق، لأن كل شخص يود الحفاظ على كرسيه. ثانيا، الآليات، هو النقاش في هذا الأمر في حد ذاته بين المجلسين أمر عقيم، نقاش عقيم، لأن كل من الطرفين متمسك برأيه، وهو الأمر الذي من أجله تم تأجيل الحديث عن مواصفات رئيس الدولة، تأجيلها إلى إصدار قانون. فلهذا يمكن أن نقول قول مجمل في هذا الأمر أن التعديل الدستوري الذي حدث الآن ما هو إلا إطالة للأزمة، ونحن الآن أصبحنا يعني ندور في حلقة مفرغة أولها يدل إلى آخرها، ولا نخرج من هذا بشيء. يعني سوف يتم تمديد عمل المجلسين بأسماء مختلفة، سوف تشكل لجنة مختصة بمجموعة أعضاء من المجلسين، سوف يتشاوران بغية الوصول إلى حل، ولكن ربما هذا الحل يأخذ 4 سنوات 5 سنوات، الله أعلم. فوصولهم إلى هذا الحل يعني اندثار في البداية، وصولهم إلى هذا الحل يعني اندثار المجلسين وبناء دولة جديدة بمجلسين جديدين، نعم وهم مجلس الأمة. نعم بالإضافة إلى أن الأمر يعني مختلف فيه، يعني فكان من بالأحرى كان من الأفضل يعني أن يكون التعديل الدستوري أساسا على هذه المواد المختلف فيها، أما فيما سبق فهو أمر غير مختلف فيه. وربما لهذا السبب تم تعديل الاسم والعنوان، قيل تعديلات 13. لماذا لم يقول 12 وهو يعني نفس الشيء؟ يعني لم يتعدل شيء، فقط أنت سحبت أمرين من هذا التعديل، ولكن هو فقط لإظهار أن قد أتينا بجديد وأن الأمر أصبح يعني في حالة انفراج. فنتمنى ذلك. الآن سوف أعتقد يعني أن سوف يتم إحالته إلى مجلس الأعلى للدولة، وسوف يتم إقراره باعتبار نعم أن البنود كلها هي أمور متفقة عليها.